تعرفوا في هيك أيام يمكن بنشعر إنه الله تركنا، وهذا شعور طبيعي إنه الله لا يبالي أو حتى ما بيسمع. نشكو من صمت الناس، لكن مرات صمت الله أصعب جدا. لكن أرى في هذا الصمت دعوة لكل واحد فينا إنه يجدد إيمانه، فهو امتحان مش فقط لإيماننا، امتحان لصمودنا. فاليوم صلاتنا أن نيجي هون نصلي هو مقاومة وصمود. في قهرنا وألمنا وفي حزننا نجدد إيماننا بإله الحق والعدل والرحمة. يمكن بيقدر يأخذوا منا كل شيء، لكن في شيء جواته أثمن من أي شيء ما بيقدر يأخذوه، هو إيماننا بالله. ممنوع نفقد إيماننا، عشان هيك جينا اليوم، جينا وإيماننا ورجاءنا في الله، ولدينا إلحاح وإصرار إنه يا رب بدك تسمع لنا. أتينا لنصرخ، لنرجو، حتى لنعبر عن غضب وألم ولوم، حتى عتاب لله، لنقول له إلى متى يا رب؟ تدخل يا رب، ليتك تشق السماوات وتنزل. واليوم إذ نصرخ بإيمان نترجى وعد المسيح في الإنجيل الذي سمعناه، عندما وقف في الناصرة ونادى: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر الفقراء. هذا وعد المسيح. أرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم، وللعميان عودة البصر إليهم، وأفرج عن المظلومين، وأعلن سنة رضا عند الرب. لما نسمع هاي الكلمات على لسان المسيح نقول: ليكن هذا يا رب. فعلا بدنا إياها، كما قال يسوع: سنة رضا للرب. لدينا عطش وجوع كي نرى الفقراء يبشرون بنهاية الظلم والقهر. هذا اللي حكى يسوع في الناصرة، واليوم بنحكي: بكفي يا رب قهر وظلم. نريد أن نحتفل بتخلية سبيل الأسرى، كل الأسرى. نصلي لعودة البصر، البصر للعميان، ومش بس للعميان، للي بتعاموا شايفين الظلم وساكتين، بنصلي يا رب افتح عينيهم كمان. نصلي الشفاء لكل الجرحى، نحكي: أرجوك يا رب اشفي، عزي الحزانة، وافرج واعطي فرج للمظلومين والمقهورين. أحبائي، هاي الصلاة هي سلاحنا. ممنوع نوقف نصلي ونلح على الله. خلينا نواجه كل هاي الصعوبات بأقوى سلاح عندنا، سلاح الصلاة، سلاح إيماننا. نسلم أمورنا لله ونلتزم بثقافة الحياة، وإحنا تحديدا شعب القيامة بنآمن بالحياة مش بالخوف. إحنا شعب الرجاء مش شعب اليأس. واليوم نتذكر إنه يسوع المسيح ذاته اختبر ألامنا، ضيقاتنا، وحتى الموت على يد المحتل في صليب الجلجثة، لكنه أيضا قام. فإذ ننظر إلى المصلوب والمقام، أدعونا جميعا للصمود في هذه الأرض. بدهم يهجرونا، بنحكي لا، بدنا نضل. وجودنا وصمودنا في هاي الأرض وثباتنا هو مقاومتنا. إحنا أصحاب الحق والأرض. خلينا نتمسك بعدالة قضيتنا وبجذورنا في هاي الأرض، خاصة كمسيحيين هون بدينا. وخلي دائما عندنا إيمان إنه المصلوب المقام يسوع المسيح معنا وفينا، إن كان الله معنا فمن علينا. فنصلي اليوم ونقول: يا رب السلام، أمطر علينا السلام، أوقف شر هذه الحروب في غزة ولبنان وكل مكان. وليت سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع ربنا. آمين.